لكن ممكن حد يتصور ان التريليون دول كويس قوي او كتير، ايه المقاييس اللي احنا نقول عليها ال 34 مليار كويس ولا ال 222 مليار ده كويس قوي؟ الحقيقه في معايير عالميه، احنا مصر مصنفه كدوله ضمن اللو ميدل انكم كانتريز، او هي من الدول دول متوسطه الدخل الادنى. هي تصنيفها كده بتتحسب على حسب دخل الفرد او نصيب الفرد في الدخل العام للدوله او ايراد الدوله. فده تصنيفنا. طب احنا فين من ضمن تصنيف الدول اللي زينا في هذا التصنيف طبقا للبنك الدولي؟ احنا احسن منهم. احنا بنصرف نصيب الفرد في الفرد في المجتمع المصري من الصحه حوالي 48 دولار. انا بتكلم على سنه 2020، 48 دولار. يمكن زادوا دلوقتي شويه قيمه الدولار، طبعا لما ارتفعت هتاثر على القيمه بالجنيه. طيب هو ده حلمنا ولا احنا حلمنا ان احنا رايحين ان احنا نبقى جزء من الدول اللي هي بنسميها upper middle class countries، اللي هي نسبه المتوسط الدخل على الناتج القومي المحلي اكتر من عندنا، ودي ده هدف استراتيجي الدوله المصريه حطاه في خطه 2030. عشان اوصل لكده انا بقول ان في دول مش بعيده عننا، بس طبعا امكانياتها الماديه كبيره قوي، بتصرف على المواطن 270 و280 دولار. يمكن سياده الرئيس اتكلم اكتر من مره قال ادوني فلوس وبعدين حاسبوني على الصحه والتعليم تبقى شكلها عامل ازاي، علشان اقدر اصرف على التعليم واقدر اصرف على الصحه لازم يكون عندي دخل، والدخل ده لازم يتناسب مع ظروف الدول اللي حوالينا اللي نقدر تكون مشابهة. احنا مش هنقارن نفسنا بدول يعني عظمى كبيرة اقتصادياتها مستقرة، ولكن على الأقل في ظل 105 مليون مواطن وأكثر موجودين في على أرض مصر التحدي كبير. فإذا ممكن جدا ال 222 مليار اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي كويسين دول ممكن يكونوا محتاجين يتضاعفوا. لو أنا هوصل لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبقى أنا عايز ثلاث أضعاف من الرقم ده، 660 مليار جنيه سنويا، عشان اقدر اعادل الخدمات الصحيه المقدمه من بعض الدول اللي مش بعيده عننا قوي. طب لو انا بقى يعني حلمي راح اكتر في الدول ذات الدخل المتوسط اللي هو الابر ميدل كلاس كانتريز زي تركيا مثلا، احنا بنتكلم هنا على تبقى 1.3 تريليون جنيه سنويا. يبقى انا 222 يبدو من ان انا طالع من رقم سنه 13 14 ان ده قليل، طبعا يعني نقله كبيره جدا ما كناش احنا كلنا كوزاره الصحه نحلم بيها، لكن لا زال هذا الرقم متواضع لو حطيناه في الاحتياج الفعلي لتحسين خدمات المواطن باللي احنا نفسنا فيه. ففي فرق ما بين الحلم وفي فرق ما بين الحقيقه. الحقيقه هي اللي الرئيس بيتكلم عليها الايام اللي فاتت في ضوء امكانياتنا، وهي دي اللي الدكتور معيد حط فيها الجراف وقال ان دي ايراداتنا ودي مصروفاتنا، ودي الفجوه ما بين ايرادات والمصروفات. لو احنا ايراداتنا كبيره اكيد قطاع وزاره الصحه هياخد اكتر من كده بكتير، اكيد ده هينعكس على الخدمات الصحيه وجوده الخدمات الصحيه المقدمه. لكن ما عندناش غير الفكر، وسياده الرئيس دايما كان يقول الدول اللي امكانياتها محدوده ويعني ما عندهاش القدره الماليه الضخمه لازم تفكر بطريقه مختلفه، لازم يكون عندها شيء فيه ابداع في الفكر والمجهود والعمل، ونعادل الضعف الامكانيات بعمل بزياده. واتصور ان ده من خلال زياره سياده الرئيس لينا في الحكومه النهارده في وتشريفه لمجلس الوزراء، وهو سيادته قال كده، قال ان احنا يعني الحقيقه ما عندناش غير العمل والعمل والعمل، ونقدر ان احنا نعوض نقص الامكانيات اللي احنا بندفع فاتوره بقى لها مئات السنين.